بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعين الكرام. وزي ما تشوفون حاليا داخل هوندا أكورد 2021 فئة سبورت 2000 سي سي توربو، اللي هي تعتبر فئة الفل كامل، سيارة سيدان متوسطة الحجم. طبعا السيارة هذه تدخل من ضمن المنافسين تويوتا كامري، هيونداي سوناتا، كيا كي 5، لا ننسى نيسان ألتيما ومازدا 6 وشفرلي ماليبو. سيارة مميزة جميلة، مواصفاتها حلوة، كذلك المحرك اللي عليها توربو 2000 سي سي توربو 250 حصان تقريبا، أداء بطل مع جير، يعتبر الوحيد في فئتها اللي يجي بهذا الجير اللي فيها، اللي هو أوتوماتيك من 10 سرعات توب ترونيك، فهذا الشيء جميل ومميز. تعرفون أبرز المنافسين يا سي في تي يا أوتوماتيك من 8 السرعات. نربط حزام بالأمان ونبدأ نمشي بالسيارة بسم الله. طبعا أنا أحد الأشخاص اللي أمتلك هوندا أكورد 2018 الفئة السبورت، لكن 1500، فصراحة شكرا أمانة للشركة طبعا عبد الله هاشم اللي وفروا لي السيارة هذه. طيب بسم الله نبدأ نعير الكاميرا وننطلق بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد كذا الوزنية ممتازة. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صراحة من الأشياء الجميلة في هوندا أكورد اللي أنا استخدمتها، لاحظت الرساوة والثبات فيها، يعني أشوفها بصراحة عن نفسي من أفضل أفضل سيارة بالمنافسين. طبعا عندهم أعتقد 5 فئات، الفئة الوحيدة اللي تجي 2000 سي سي اللي هي هذه، هي سبورت. طبعا اتمنى الاصوات ما تكون ظاهره، قاعدين نستخدم مايك، قاعدين نستخدم كاميرا جو برو عشان ما نشغل بشيء نهائيا. طبعا فيها هيد اب ديسبلاي، شاشه نافيجيشن، ابل كار بلاي، مثلا شغل ابل كار بلاي من هنا. بصراحة يوم اتكلم مثلا، او كثير من الناس يقولون في قساوة، صراحة السيارة نوعا ما فيها قساوة، لكن بحكم السيارة أصلاً هي سبورت، تعتبر سيارة أصلاً تعتبر يعني في كثير ناس صنفوها كوبي 4 أبواب، فالسيارة رياضية صراحة وفيها شوية نشفان، لكن بالمقابل تعطيك رساوة وثبات، فهذا الشيء اللي يميز هوندا أكورد. طبعاً 5 فئات، 4 منهم 1500 سي سي اللي هم ستاندر، بعدين سبورت 1500، بعدين طبعاً والله ما ادري اي اكس واي اكس ال الظاهر هم الفئات اللي اعلى من فئه السبورت. السبورت 2021 ال 1500 صراحه حسنوا عليها، يعني كانت احد السلبيات لدى الكثير ان المحرك فقط 1500 سي سي، عفوا مو بالعكس، ما انا اشوف المحرك ممتاز بالنسبه لل 1500، لكن الداخليه كانت سوداء، في ناس تشوفها سلبيه كبيره، انا عن نفسي صراحه قلبتها احمر من داخل. كذلك صار فيها يعني حسنوا على الشاشة، صار فيها كاميرا خلفية. طبعا قاعد أأشر بس ضغطت الزر حق الكاميرا الجانبية من هنا، فالسيارة فيها كاميرتين، واحدة خلفية واحدة جانبية فقط. السيارة ما شاء الله فيها طبعا تحديد المسار أو مساعدة على حفظ المسار، كذلك فيها الرادار. ما شاء الله مع الحساسات الأمامية 4، صار فيها حساس أمامي حتى وانت طالع من اللفة، فجت سيارة مسرعة فتمسك لك فرامل، فمرتين صراحة مسكت معي وانا طالع من الوكالة، ما انتبهت النظام هذا فيها موجود، كذلك اليوم نفس الشيء، فنوع من أنواع الأمان الموجود فيها.
طبعا فيها تبريد تسخين للمقاعد الأمامية، الكربون أو فورميك الكربون فيبر موجودة على الأبواب الأمامية، كذلك أجزاء من الطبلون. طبعا كثير ناس صراحة تشتكي من العزل الأرضي بحكم أنك ماخذ جنط 18 رياضي، فمهما كان حيكون معك العزل الأرضي غير السيارات العادية، فكل ما كبر الجنط تعرفون زادت القساوة زاد الصوت، لكن برضو في مقابل أنك تأخذ رساوة أعلى. الجنط توفر على هوندا أكورد 17 و18، طبعا فئات السبورت فقط 18، باقي الفئات كلها 17 مع اختلاف فئة الستاندر شكليا عن الفئات الثانية. تتميز الهوندا أكورد ما شاء الله بالإيرباقات اللي ما شاء الله بكل مكان للسائق والراكب أماميات واللي ركبهم كذلك، مع الإيرباقات الستائرية اللي هي تعتبر يعني نقول عنها جانبية، لكن فعليا جانبية هي في مرتبة السائق والراكب، ففيها ستائرية وفيها جانبية للسائق والراكب، ولركبة السائق والراكب اثنين إيرباقات أمامية. هوندا أكورد طبعا سيارة يابانية، وشركة هوندا معروفة أنها شركة يابانية، لكن يعني من زمان هوندا أكورد تصنع في أمريكا، جاء موديلين فقط، تجميع الصين أعتقد عن طريق شركة GAC، بحكم أن المصانع الصينية ما تقدر الشركة تصنع سيارة، يعني شركة أجنبية في الصين ما تقدر تصنع إلا عن طريق شركة يابانية. لكن عموما هم 2015-2016 باقي الموديلات كلها اللي تجينا بسوقنا تجميع أمريكا. اللي عجبني صراحة بالفل كامل أن حتى الإضاءة العالية LED، طبعا الحين ما يصلح، انا صراحه من النوع اللي ما احب اسوي ازعاج واجرب عند الناس الاضاءات ال LED، ما تدري يعني الرجال يمكن انتبه حسبني ابغى شيء من قدام، فندخل حاره بعد شوي نحط النور العالي ونجربه. طبعا التسارع بيكون له في مكان مخصص، اروح اصور لكم التسارع من 0 إلى 100، مع العلم اني انا احد اشخاص صراحه ما اهتم بالتسارع او محتوى لا يهتم بالتسارع كثر ما اهتم اني اعطيك مواصفات السيارة الداخلية الخارجية، ايش تفرق عن المنافسين وهكذا. صراحة اللي يعجبني في هوندا أكورد جودة مواد التصنيع الداخلية فيها متميزة جدا، كذلك السيفتي زي ما ذكرنا، الإرباقات مهتمين فيها جدا. صراحة يعني لاحظت أنه ما فيها نقطة عمية، يعني هذا الشيء يخليها تختلف عن منافسينها، ما فيها نقطة عمية. طبعا مراية تصفت كهربائيا، اللي معي ما فيها لا تصويت كهرب ولا مراية تعتيم داخلية زي هذا اللي هنا موجودة ما فيه. قدامي طبعا BMW في الخامسة، صراحة واحد من الشباب ذكر لي ساق سيارتي الهوندا أكورد، قال لي هو كان يستخدم BMW في الخامسة، قال تصدق يا عبد الرحمن الشيء الوحيد اللي يفرق عن الفئة الخامسة يخليك من علامة هوندا الدفع، لكن نفس يعني نفس الفكره، الرساوه ما شاء الله، الثبات، يعني هنا في الهوندا اقرب مالها ما راح نقول سيارات امريكيه لان بس فقط هي تجميع امريكا، لكن اقرب مالها صراحه السيارات الالمانيه. طبعا المحرك اللي معانا اللي هو 2000 سي سي توربو 250 حصان تقريبا، جير اوتوماتيك من 10 سرعات، طبعا تبترونيك يكون خلف المقود، تبديل بين سرعات الجير بحكم انها ازرار زي ما نلاحظ هنا. السياره تيجي جلانت كهربائي بخاصيه الاوتو هولد، يجي وضعيه الايكو والسبورت هنا موجوده بالسياره. صراحه تسمع اصوات شوي كذا على جنط 18 يعني هي نقطة الآخرة، لكن أمانة أنا أشوف الهوندا أكورد، حتى في ناس يقولون العزل الأرضي لآخرة، أنا أشوف صراحة من الأشياء الجميلة العزل السيارة البودي نفسه مع الهواء ممتاز، تصميمها صراحة فعلا فعلا جميل جدا، يعني أشبه بالا اللاكجري للسبورت. وبرضه ما شاء الله هوندا يعني ما شاء الله شركة داخلة تقريبا في جميع أنواع السباقات على سياراتهم، على محركاتهم، جماعة يعرفون ما شاء الله التيربو عندهم يعني شيء سهل أكثر من الشركات الثانية، ف
فيكون عندهم عملي. في ناس تخوفت من الأكورد التوربو، أنا أحد الأشخاص صراحة اللي أول ما جت الأكورد انتقدت على المحرك 1500، لما سكت السيارة صراحة السيارة نفسها يعني 1500 هي اللي أول واحدة سكتها عجبتني وعطتني انطباع غير، فقلت كيف 2000 سي سي. وفعلا الجماعة اللي جربوا 2000 سي سي يعني وما شاء الله في كثير ناس دخلوا فيها يعني مقاومات إلى آخره، فكان الأداء جدا ممتاز مقارنة مع المنافسين محركات الفي 6 الستة سلندر. طبعا طبلون لو نركز الجزء هذا عداد عادي، هنا شاشة فيها حساسات كثير صراحة، اللي عجبنا اللي معي أنا ستاند مو بستاندر السبورت العادية 1500 وفيها اللي ينبه انتباه السائق في الطرق، فشيء جميل. سافرت عليها للشرقية صراحة السيارة اللي معي، سافرت عليها مرتين صراحة أعتقد مرتين أو ثلاث مرات صراحة لا ثلاث مرات، فكان الثبات فيها جميل، كذلك صرفية الوقود. أنا أتكلم عن 1500 صراحة شيء ممتاز. طبعا سيارة خزان الوقود 56 لتر تقريبا. طبعا أمانة في ناس يقول لي طبعا 2000 سي سي ليش ما تكلم عن 2000 سي سي، أنا أتكلم بشكل عام عن الهوندا أكورد بحكم استخدامي للسيارة. سيارة تكلمت عنها وما شاء الله تحقق الفيديو اللي فيها نجاح كبير ومن أكثر فيديوهات على اليوتيوب مدة جلوس للمتابعين. طبعا التكييف ما شاء الله يعني حاط درجة واحدة وودي أطفيه أمانة، ما شاء الله تكييف ممتاز في الأكورد. دائما السيارات اليابانية سبحان الله دائما التكييف فيها أفضل. شوف الفجي حقي هذا الوالد راكب الفجي حقي، فدائما السيارات اليابانية التكييف فيها ممتاز. طبعا فيها أوتو للنور العالي. يبي ندخل الحين حارة نجرب الأنوار. طبعا ما شاء الله الأنوار الأمامية فل LED، نقدر نقول على الزاوية هذه الجميلة، ما أدري بيوضح معكم ولا لا، لكن عموما بيكون له تجربة خاصة. نتكلم ما شاء الله عن ثبات الرساوة على سيارة مميزة تحسها متماسكة جدا، عن سرعة استجابة المحرك صحيح دائما تيربو يقولون في لاق، لكن ما شاء الله في الأكورد خاصة يوم تتكلم عن أكورد صراحة وهي 1500 سي سي يعني ما شاء الله أداء جدا ممتاز. ذيك سروحها 7.3 هذا لازم أجيب لكم خبرها، فإن شاء الله بيكون بعد شوي يوم أصور لكم سيارة من الخارج، مو بعد شوي على الفيديو أصور لكم سيارة الخارج اللي بيكون إن شاء الله بالنهار بحكم إحنا ليل ما رح توضح معالمها الجميلة. طبعا 2021 حصلت على الفيس ليفت في جميع الفئات تحسين بعض المواصفات نبي نذكرها لكم. تجربتي أول مرة 2000 سي سي ب 2021، وشكرا للشخص الله يعطيه العافية اللي طبعا قدم لي التجربة هذه الله يعطيه العافية. فعلا فعلا أنا كنت محتاج أسوي ريفيو عن الهوندا أكورد 2000 سي سي كذلك أجرب عزمها، فالله يعطيه العافية فعلا سيارة جميلة. ومتابعيني الكرام الآن ناخذ جولة سريعة المواصفات الخارجية موجودة بهوندا أكورد سبورت فل كامل 2000 سي سي 2021. طبعا السيارة فيها فتحة سقف من الأعلى زي ما نلاحظ، فئة السبورت هي شابكها طبعا لون جراي كروم، هو بس جراي غامق أكثر من الفئة العادية. طبعا عندنا العدد 4 حساسات أمامية، كشافات ضباب LED، إنارات فل LED، إشارات LED، ليد نهاري، نور علي واطي LED. طبعا السيارة فيها الرادار، فيها رادار تلاحظون تحت اللوحة جهاز الرادار، كذلك عندنا اللي فيها تحديد مسار هذا هو القارئ موجود نلاحظ على الزجاج، الجنوط مقاس 18 انش مكحلة، طبعا مقاس الكفر هو 235 على 45، والجنط 18 وكفرات من نوع يوكوهاما، المرايات باللون الأسود مع إشارات. طبعا جاي كذا نفس فكرة المرسيدس بنز نايت باكج، يعني بعض اللمسات تجي باللون الأسود.
إطارات النوافذ باللون الأسود اللماع طبعاً من الأعلى كروم زي ما نلاحظ. الجناح الخلفي باللون الأسود، من الخلف عندنا أربع حساسات خلفية، فتحتين شكمان خلفيات إضاءات خلفية LED طبعاً باستثناء الإشارات ولمبة الريوس عادية. أربع حساسات خلفية 2.0 توربو أو T اللي هو توربو سبورت. وهذه هي شنطة السيارة، هذه مساحتها، هذا هو سبير السيارة، نفس الكفرات الخارجية. شوف أغراضها حاطينها هنا، طبعا صرفية ال 2000 سي سي 14 كيلو فاصلة 3 كل لتر بنزين، تقييمها جيد جدا، تستخدم بنزين 91. فصراحة مثلا اللي يبحث عن أداء أكيد في ال 2000 سي سي توربو، لكن اللي يبحث عن اقتصادية أكثر بياخذ فئة ال 1500. مفاتيح ذكية للدخول الذكي، التشغيل الذكي، كذلك خاصية تشغيل عن بعد، المؤشرات تشغلك بكيف السيارة بمجرد حتى تدخل السيارة، عندك الدخول الذكي المنفذ السائق أو الراكب، نلمس مقبض الباب يفتح القفل، نقدر نخليه أوتو بعد إذا نزلنا من السيارة يقفل الحالة. الداخلية جلد، وهذه من الخلف طبعا فتحات تكييف خلفية، دكاية خلفية. مساحة السيارة الخلفية صراحة ممتازة على فئتها، عندها مثبة مقاعد أطفال، دكايات الرأس. بس صراحة دي شيء اللي صراحة زعلان منه، ما كملوا الفورميك حقة الكربون فيبر، نفس في السيارة اللي معي صراحة ما كملوها الخلف. المقابض باب كروم، منافذ USB نجي هنا، الارباقات الجانبية ما شاء الله زي ما ذكرت لكم، هوندا كورد سيارة مهتمة جدا بالأمن والسلامة. كرسي السائق الراكب كهربائيات، ذاكرة تخزين لكرسي السائق، هذه الفورميك شبيه بالكربون فيبر، طبعا زجاج كهربائي، الأمامي أوتو لمسة واحدة، المرايا كهربائية بخاصية الطي الأوتوماتيكي. طفي بس عشان صوت المكيف ما يزعج من الداخل. عندنا هذا حق البروجيكتور، عندنا التريب تحكم في المستضاءة الداخلية، هذا التنبيهات حق المساعدة، هذا الحساسات طفين شغلها عن طريق هذا الزر تراكشن. طبعا هذا هو دركسون السيارة، ثلاثي مكسب الجلد، مثبت السرعة، طبعا هنا المساعدة على حفظ المسار، هنا الرادار، الأوامر الصوتية بلوتوث، تحكم بالنظام الصوتي، جير F1 خلف المقود، تبديل بين سرعات الجير اللي هي 10 سرعات، طبعا ما هو CVT، جير أوتوماتيك 10 سرعات. طبعا عداد السيارة، الجزء هذا شاشة هنا عادي. الأنوار فيها أوتو حيث أنها تلقائيا بالنهار تطفي وبالليل تشتغل، وهنا عندنا المساحات برضو فيها حساس زي ما تلاحظون أوتو، زر التشغيل الذكي. طبعا تكلمنا عن الشاشة اللي فيها نافيجيشن، كذلك فيها خاصية بالكار بلاي، وعندنا فيها كاميرا جانبية اللي هي هنا، وكذلك عندنا كاميرا خلفية. النظام الصوتي اعتقد انه خاص بهوندا، 10 سماعات صراحة جميل جدا. مكيف السيارة لمس اوتو بتحكم منفصل بين السائق والراكب، بالاضافة لتسخين وتبريد المقاعد الامامية. شاحن لاسلكي للجوال شيء جميل ومكان مميز، حتى انا من زمان سويته بسيارتي، شريت قطعة شاحن وحطيته بهذا المكان، فصراحة يعني ممتاز مكانه. منفذين USB نظام الصوتي، منفذ طاقة، طبعا هذا درج، حاملات اكواب بعد اثنين، الايكو توفير وقود، والسبورت القيادة الرياضية، والجلنط الكهربائي بخاصية الاوتو هود. تكاية بالوسط بمساحة تخزين، عندنا هنا منفذ طاقة، طبعا هذه مساحة التخزين اللي فيها. المراية الداخلية تعتيم، سنتر لوك في باب الراكب، فتحة السقف، والشماسات فيها مراية مع انارة هيليجينية، هذه هي، واللمبات الامامية هيليجينية. صراحة برضو الفل كامل بالخلف، لازم تطفيها وتشغلها من مكانها. وبيت النظارة طبعا، وهذه هي الهيد ديسبلاي او شاشة طبعا البروجيكتور. طبعا متابعيني الكرام، الان بنجرب لكم التسارع.
من صفر إلى 100-120 تقريبا، بيكون بطريق طبعا يعني مسموح فيه السرعة هذه. ومع ذلك أعيد وأكرر، أنا متخصص تسارعات وصراحة ما تهويني، لكن يعني عشان الجمهور اللي عندي يشوفون كيف تسارع السيارة استجابتها. مع العلم ما شاء الله الهوندا كورد تسارعها جدا بطل، 2000 سي سي حتى 1500 على فئتها يعتبر جدا ممتاز. بس من باب المعرفة، وصراحة يعني التسارعات على السيارات هذه تستخدم عشان ممكن إنسان اللي يبغى يتجاوز يضطر في خطوط السفر، يتجاوز تريلا إلى آخره، فيضطر يشوف يجرب يعني عزم السيارة كيف. طبعا متابعي الكرام، نبي ننتقل الان الى الوان او نقدر نقول الاشكال النور السياره. ومتابعي الكرام، كما وعدتكم بصور لكم الاضاءات بالليل. طبعا حاليا مشغل جميع الانوار، عندنا الليد النهاري زي ما تشوفون الخط هذا، الليد النهاري. حاليا السياره على النور الواطي، بعد شوي بنوريكم العالي. طبعا انا مزعج شوي الكاميرا، الاشارات LED، كشافات الضباب LED، إشارات المراية. ننتقل للخلف، طبعا أنوار اللوحة الخلفية LED، الخطوط الحمر أو اللمبات الحمر LED. بعد شوي نشغل الريوس. طبعا هنا هيلوجين صراحة الإشارات الخلفية، يعني ليتهم حسنوها وخلوها LED. بسم الله. طيب الجريوس أول شيء، خلينا نوريكم نور عالي. طبعا بهذا القسم الإضاءة العالية، طفي السويتش، خليني أضع الستارت علشان الجريوس. صراحة ماشي معقولة. على طول المشكلة قفل على وضع يقرب بيه. طبعا حاليا ماسك الجنط، ما في الا الحل هذا، نفس الموال. شوفه يرفض. صراحة هذا نوع أمام ممتاز جدا، فما في إلا حل واحد، إني أثبت الكاميرا في مكان في الأرض وأدي جريوس أنا داخل السيارة، لكن بحاول أخدع السيارة، بخدع حزام الأمان، أو بخدع السيارة بحزام الأمان إني موجود. ضبطت الخطة. طبعا مكان واسع أنا فيه صراحة، لكن الجيران تمسك السيارة. زي ما تلاحظون هذه هي لمبات الريوس. فقبلت معي السيارة بحركة حزام الأمان. طبعا أمانة يعني ما حد يسوي الحركة هذه، وأنا جاي في مكان فاضي واسع جدا عشان أسوي التجربة هذه، لكن الشركة يعني نفسها حاطت لك يعني خدعة بحزام الأمان، اتأكدت أن الراكب موجود داخل السيارة عشان تعطيه الحركة هذه. طيب الأضواء الداخلية هيلوجينية، صراحة جميلة مع اللون الداخلية، والشمسات كذلك أنوارها هيلوجينية. شكل العدادات الداخلية، طبعا نرفع الإضاءة ونخفضها من هنا. طبعا هذه بالنسبة للإضاءات حقت السيارة، فنور السيارة صراحة نوقع تجربة. فارش في الخط سيارة سي بحكم اني ماسك فيها سفر، وواضح يعني ما شاء الله تبارك الرحمن النور كيف فارش.
هذه أحد مزايا طبعاً الهوندا أكورد الجديدة، ما في عدسات، لكن الحركة اللي سووها هم طبعاً الحين قاعد أرجع حزام الأمان عشان أربطه من جديد، لأن الحمد لله صراحة يعني النظام خلاك تربطه ما في مجال، فخلاك تربطه وتتعود عليه. يعني حتى لو رحت منطقة وانت عارف ما فيه حزام أمان ما فيه كاميرات، خلاص سبحان الله انت تعودت عليه، فهذا شيء إيجابي وجميل. أنا أحد الأشخاص صراحة اللي اهتم في ربط حزام الأمان، والله جد ليس دعاية، لكن فعلا هو الحامي بعد الله عز وجل. أوكي مواصفات السلام لها دور، لكن أحزمة الأمان من أكثر الأشياء حماية، بحكم أن أغلب الحوادث يوم يصير حادث أو شيء أنت أصلا على طول تنقز القدام أو شيء إذا صار من وجهة الأمام، فحزام الأمان يمسك ويثبتك في مكانك عشان لا قدر الله تضرب ممكن في الدركسون، يسوي لك شيء في راسك أو في أي مكان، فهذه من فوائد أحزمة الأمان. طبعا في ناس يقولون أوه أنت قاعد تتكلم عن مواصفات الأمن والسلامة. نعم مواصفات الأمن والسلامة شيء مهم جدا يا متابعين الكرام، وصراحة يعني الإنسان وش في أهم من صحته وعافيته. طبعا يعني كل إنسان له خيارات صحيح، لكن أكيد صحتك وعافيتك طبعا الأشياء اللي جدا مهمة في حياتك، ومستعد تدفع عليها دم قلبك مقابل أنك تعيش. هذه هي بالنسبة للأضواء الداخلية متابعين الكرام، أتمنى ما أكون طولت عليكم. طبعا بالنهاية صراحة حبيت أختتم التغطية هذه الطويلة عن السيارة الجميلة، السيارة الأنيقة، السيارة اللي أنا أحبها فعلا، اللي أنا أمتلك واحدة زيها صراحة. أول مرة أخذ تست درايف، أول مرة يكون معي تواصل مع الوكيل فعليا مع الهوندا الأكورد 2021 2000 سي سي الفل كامل، فشكرا لهم صراحة. يعني أنا عن نفسي إلى الآن لازال طموحي في الهوندا أكورد، صير دفع رباعي وينزلون لنا زي أمريكا، عندهم غير عادي بال 2000 سي سي على فكرة، متوفر بأمريكا بالسوق الأمريكي غير عادي 2000 سي سي توربو، فتاخذ دفع رباعي. طبعا ما نزلوا هوندا للأسف، ما أدري عندهم خطة أو لا، وتاخذ غير عادي. أتوقع أنك قاعد فعلا تركب سيارة أوروبية بنفس أوروبي، بس طبعا من داخل اليابان. صح نتجمع في أمريكا، بس كل شيء ما شاء الله، يعني أنت ما طلعت برا اليابان. طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.